Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور الله أكبر. أتمنى بهيدا رمضان يضبطوا الجامع نرجع نصلي من أول وجديد. جامع مهدم يعني ونحن عم نصلي على الأرض حرام. نحن بيتنا هون وجدودنا هون يعني كان في جامع من زمان وتهدم أيام الحرب ورجعنا عملناه من أول وجديد من 6-7 سنين. رجع أجا انفجار بيروت وهدم لنا إياه كمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الحمد لله رب العالمين. نحن ما زلنا حتى الآن عم نرفع ونصلح بالجامع، بس اللي بدي أقوله إنه بعد الانفجار مباشرة ما توقفنا عن أداء الصلاة وما سكر الجامع ولا نهار، يعني ضلينا نصلي كل يوم 5 أوقات بفضل الله وضلينا نرفع الأذان، وهلأ عم نستقبل شهر رمضان. كان الجامع أيضاً في مائدة إفطار داخل الجامع، بس هلأ الظروف الصحية والكورونا نحن توقفنا فعم نوزع أكل لبرا.